السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم كما راكم تشوفوا درت ديسير وحبيت نشارك معكم الوصفة. كنت راح ندير ديسير صدقت في ثلاث انواع من ديسير وليت في ثلاثة. المهم راح نبارطاجي معكم الوصفة ان شاء الله. تابعوا الفيديو ما تنساوش تحطوا جيم وعلى بركة الله. هنا راح نبدا معكم الوصفه مباشره. كما راكم تشوفوا عندي علبه ماسكربون تاع 250 غرام، عندي كيس تاع لاشونتي تاع 75 غرام، عندي فريز كنت مقطعته من الصباح ودايرت له السكر، درت له حوالي ملعقتين كبار تاع سكر وخليته حتى يطلق هذاك السيرو تاعو، وعندي لي بودوار كما شفتوا. هنا بديت بلا ماسكربون خلطتها، اللي هي تقدروا تستعملوا اي فورماج مش غير لا ماسكربون، نقدروا نعوضوها باي فورماج كريمي. المهم هنا خلطت لا ماسكربون وحطيتها على جنب وفت لا شونتيي باش نطلعها. كنت حطيت نص كاس او اقل شويه من نص، حطيته في الكونجيلاتور برد مليح باش نطلع به الكيس نتاع لا شونتيي. كما راكم تشوفوا طلعت لا شونتيي نتاعي، وهذا الموديل هذا تاع لا شونتيي هذا الماركه تطلع بسرعه يعني هايله. فعلا هذا الديسير هايل بزاف وخفيف وبنين وبارد، تاكليه فريمون روعه في الليل، يعني يليق بزاف لسهرات رمضان. جربوه وما تندموش ان شاء الله. هنا بعد ما وجدت لي لا شونتيي نزيد عليها لا ماسكربون اللي كنت موجدتها من قبل ونخلطهم مع بعضهم حتى يولوا خليط واحد. نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا حتى يولوا كريمه متجانسه. من بعد نفوتوا لطريقه التقديم ان شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا وجدت الكريمه في لابوش وبديت نوجد في الطبقه الاولى، اللي هي انا استعملت لي بودواغ شمختهم في هذاك السيرو اللي كنت صفيته من الفخاز وحطيتهم كطبقه اولى، ومن بعد نزيد عليهم لا شونتيي لا كريم اللي وجدناها، نزيد عليهم لا كريم اللي وجدناها كطبقه ثانيه، من بعد نزيد الفريز اللي كنت درت له السكر من الصباح نزيدو كطبقه ثالثه، من بعد نعاود نغطي الفريز هذاك بالكريمه اللي بقات لنا. وهكا نكون خلصت الكؤوس. وكتزيين انا زدت لهم حبه فراوله من الفوق، التزيين اختياري طبعا، تقدروا ديروا سيرو دو فريز ولا اي حاجه بغيتوها. هنا كملت الكؤوس كما راكم تشوفوا، خرجوا روعه. وهنا خواتاتي بما انه بقالي الفريز هذاك اللي كنت دايرت له السكر بزاف، اما لازلت هذا الكؤوس الصغار هذو خير من نرميه. درت كاس نتاع حليب مع مغرفه كبيره مايزينا ومغرفه كبيره سكر، خلطتهم في بارد في بارد وحطيتهم على النار حتى تشوفوهم بدا يثقال الخليط تاعي. ومن بعد درتهم كطبقه اولى، درت ثلاث كيسان كيما هذو الصغار. من بعد خليته برد شويه هذيك الطبقه الاولى، حطيت عليها هذاك الفخاز بالسيرو تاعو. من بعد درت نص كاس ماء مع 25 غرام تاع فلون فخاز، خلطتهم ثاني بارد في بارد، غليتهم غليه ومن بعد بردتهم وفرغتهم على هذه الطبقه الثانيه تاع الفريز اللي راكم تشوفوا فيها، وهكا جمدت لي هذه الطبقه الثانيه وجات كيما لا جولي. المهم خير من نرميه، بهذا استنفعت بديسير زياده. وهنا وليدي كان قال لي ما ناكلش ديسير تاع فخاز، ناكل تيراميسو، دونك كنت نحيت مغرفه من تاع لا ماسكربون اللي استعملتها، نحيت مغرفه كبيره. درت طلعت لها حوالي فنجال تاع كريم شونتيي تاع 30% ليكيد، استعملت الليكيد، طلعتها مع شويه سكر ومع مغرفه تاع لا ماسكربون ودرتهم ككريمه، ودرت له لي بودوار في الكافيولي ودرت له زوج كيسان تاع تيراميسو ودرت له من فوق هذا الجاتو. المهم بما انه تعبت ودرت هكا لنرضي الجميع، درت ثلاث انواع وماشي خساره لانه هكا درت ديسير تاع يومين. وهكا خواتاتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال إعجابكم ونستنى دعمكم وتعليقاتكم. إن شاء الله تجربوه ويعجبكم، فعلا يعني يستحق التجربة، بنين بزاف وسهل. نقول لكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم والله يتقبل منا ومنكم يا رب. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو قادم بحول الله. سلام.